تكنولوجيا الموبايل عالم واسع، وهذا العالم بحاجة إلى مواكبة. إيهاب تي في تقربك أكثر، فكن على قرب منا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم إيهاب السرفندي من قناة إيهاب تي في. كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير، إن شاء الله مبسوطين. اليوم بدنا نيجي نشوف موضوع اللي هو فيه، لقيت في التعليقات بعض الأسئلة بخصوص التطبيق iOS Widgets. هذا التطبيق اللي بيعطينا حاجات ممتازة جدا، أنه أنا أستخدم إضافات على أي جهاز أندرويد، سواء سامسونج، شاومي، أي جهاز أندرويد تقدر تستخدم هذا التطبيق وتستخدم الإضافات. هذا التطبيق زي ما أنت شايف على الشاشة أمامك، هي موجود، هنعمله تثبيت وأنزل، أنزله وأحط اللي بدي إياه وأشوف. في ناس بيقولك مش راضي يعمل، مش راضي يشتغل. هاي نعمل عملية تثبيت الآن. فتح أول خيار مكتوب عليه شينج اللي هو هذا المستطيل الأحمر. خندخل على البطارية، نعمل عملية ما يوفرش بطارية، علشان موفر البطارية نقول له لا توجد قيود عشان يشتغل. صح، لو دخلت عليه تاني هنا وضع التطبيقات في السكون، هذه للتطبيقات اللي موجودة في السكون، وإحنا الآن تطبيقنا خلصنا منه. نعمل له فتح، وهي عندنا اللي هو الويجتس. لو جينا مثلا لكلوك، ضغطنا على الكلوك، بقول لك انه في عندك كلوك، في عندك يعني خيارات واسعه، والخيارات هذه يعني اللي تختار اللي بدك اياه. الان نطلع منه من المكان عشان اورجيك كيف، ها، ونيجي الان نستخدم جهازنا. هذا اللي هو الثيم، هذا الموجود عندنا الان اللي هو ثيم اي 14 على ما اعتقد. ايوه هو هيو اي 14، هذا الثيم اذا انت بتسال عنه. نيجي الان نعمل زي هيك، او نضغط ضغطه طويله على الشاشه ونيجي على الاضافات. هنيجي ننزل تحت على ايش، على الاي او اس ويجتس. تمام، هتلاقيه اخر اشي نازل عندك، انت ايش اخر اشي نزلته بتلاقيه موجود. هذا اللي تحت كله هذا يتعلق بالتطبيق اللي نزلناه الان، فانت بتختار ما تريد. مثلا شايفين اول جملة، هذا بقول لك بطلب منك انه انا بدي اظهر التطبيق فوق التطبيقات، لازم تعطيله انه يظهر فوق التطبيقات علشان انت تحل المشكلة ويصير تمام التمام. تضغط على اللي هو المستطيل الاخضر فبيجيك اظهار فوق التطبيقات. مندور على التطبيق الان للاي او اس ويجتس، هيو، وهي السماح بظهوره فوق التطبيقات. نرجع رجعه، وهي كمان رجعه. الان هنختاره، هيو بقول لك ممكن ست فولدر نيم، ممكن تسمي اسم ان شاء الله بالعربي بالانجليزي، مثلا نسميه محمود، وهي محمود. بدي اختار، اورجيك ايش اختار. ام اي يو اي داونلودر، واقول له دان، واقول له اد ويجت. تمام، الان الويجتس وين انضاف، هي عندنا الويجتس انضاف. التطبيق لما ضغطنا على الحين اضغط عليه، هيدخلك وين؟ هيدخلك على اللي هو اسمه هيو محمود، ام اي يو اي داونلودر. طيب الان بقدر اضيف انا اللي هو تطبيقات اخرى. لو اجيت ضغطت عليه هيك واجيت على القلم وعملت عمليه اضافه لتطبيقات اخرى سيلكت، ممكن نختار ايضا تطبيقات اخرى. خلينا نختار شوية تطبيقات. تمام، هاي اخترنا مجموعة من التطبيقات. وأيضا الآن لو ضغطنا زي هيك، هيو هيدخلنا على التطبيقات. الآن احنا حطينا التطبيق ام اي يو اي داونلودر وباقي التطبيق، اضغط عليه كله هيك بيطلع لك كل التطبيقات وبتعمل تعديل. هاي عملنا فولدر، نرجع حاجة تانية الإضافات، ونختار اشي تاني. مثلا بدنا ديجيتال كلوك الساعة، وهي هنا بقول لك بتختار من الساعة، بقول لك بدك وضع الداكن او الوضع المشرق او اوتوماتيك، خلي اوتوماتيك. وديسبلاي بدك انه يكون الاسم، شايف تحت انت كلمة كلوك، بدك كلوك يعني يبين الاسم ولا ما بدك، يعني لا تضر النص معناها، ها اللي بريحك. بدناش خلص. بقول لك لما تضغط عليه ايش هتختار، لما انت تضغط على الساعة هذه ايش بدك يطلع عندك. مثلا بدي يطلع تطبيق الساعة، وبنيجي ننقر وبنكتب هنا الساعة وأد، وهي عندنا الساعة يا باشا. واضغط على الساعة هتخش على الساعة. طب لو بدك تحط تطبيق، لو بدك مثلا اضغط على الساعة ادخل على مثلا لعبة ببجي، بنفع. اورجيك كيف، ناخد لنا حاجة تانية. هاي اضافات، مثلا بدنا ايقونة البطارية، خلينا نحطها في مكان تاني. هي ايقونة البطارية اوتوماتيك، وبدك الاسم او مش الاسم. وعندنا هنا اللي هو شوز الابليكيشن، اختار الابليكيشن اللي بدك تضغط. للاسف الجهاز ما لقيناش فيه لعبة ببجي، نحط مثلا جوجل بلاي، يفتح جوجل بلاي.
وهي جوجل بلاي، وبتبحث عليه يا باشا، وهي جوجل بلاي وهي اد. الان هي خلينا بس ممكن تكبرها كمان، هذا مثلا هيك هيك هيك، هي كبرت وصارت لوز يا معلم، وهي هيك زي ما انت عايز. انقر عليها وين دخلنا؟ على جوجل بلاي، لانه احنا هي جوجل بلاي شايفينه، وين دخلناها؟ مباشرة على جوجل بلاي، بس عشان كان اخر بحث. وهذا ما كان لدينا اليوم، عملنا هي التطبيق واذوناته وهذه كل الامور. لا تنسى الدعم بالاعجاب يا غالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.